انا قلت لحضراتكم انه ده هيكون موعدنا بالنسبه يعني للاحداث اللي حصلت او الامور الجديده اللي حاصله في سوريا هذه الايام والايام السابقه الحقيقه، وهنتعرض برضو للي حصل للمسيحيين على مدى الفتره اللي فاتت، الاقباط في سوريا والتعدي على الكنائس وقتل الاقباط وما الى غير ذلك. لكن كمان هنحاول ان احنا نلقي الضوء على ما حدث في معلوله كمان، يعني اللي بيتعرض ليه مسيحي الشرق الاوسط عموما بدءا من كل اللي حصل، سواء كان في العراق او في سوريا او في مصر او في نيروبي، برضو هنعرف الموضوع انه كان ليه علاقه برضو مسيحيين ومسلمين، اللي حصل برضو في باكستان، اللي بيحصل في كل حته، في نيجيريا، في كل حته في العالم، ده ليه اثر الحقيقه من انه ارهاب، إرهاب باسم الدين أيضا. وسوريا لو ركزنا على معلومة الحقيقة إنه كان في ده بقى، يعني أنا بقدم الفيديو ده هدية وأتمنى إن شبكة ميموري تاخده وتترجمه. لو في معارضة بتعارض رئيس أو بتعارض نظام، تعمل عمليات تفجيرية ليه؟ ويجيبوا فيديوهات ويصوروا بيها الشخص اللي هو رايح يعمل العملية الإرهابية، وإنه بينصح بقى الموجودين التانيين علشان يغذيهم ويحفزهم على هذه العمليات الإرهابية. معلولة لما جه السيطرة عليها ابتدوا يقولوا إن إحنا دخلنا، يعني كان في انفجار حصل عند الحاجز الأمني في معلولة. والمفاجأة كانت إن إحنا لما بحثنا لقينا فيديو لشخص أردني، هذا الشخص الأردني يوم 4 سبتمبر فجر نفسه تفجير انتحاري، وفي كان في الحاجز بلدة معلولة المسيحية الأثرية الواقعة على بعد 55 كيلو شمال العاصمة السورية دمشق. خلينا مع بعض كده نشوف التسجيل اللي هم بيبقوا مسجلينه، يعني هم عاملين ليهم صفحات على الفيس على اليوتيوب ورافعين الفيديوهات دي علشان الباقين بقى يتمثلوا بيهم ويهللوا ويتشبهوا بهم في هذه العمليات الجهادية الانتحارية. يبقى احنا كده ده معارضة ولا دي أعمال إرهابية وجيش حر وجبهة نصرة وقاعدة وجنسيات ما هيش سورية، ده أردني العمل العمل ده. خلينا نشوف وما نتكلمش كتير ونشوف اللي بيحصل، ويعني نعرف الخفايا. هذا فوز عظيم، إما النصر إما الشهادة، والله فلا سبحان الله لا أمريكا ولا بشار ولا غيره راح يأخذ الخلافة. خلافي وعدنا فيها مين؟ أصدق الأصدقين محمد صلى الله عليه وسلم، والله لنأخذهم رغم أنوفهم، والله بإذن الله لنأخذها بإذن الله. بالله عليكم إذا وصلتكم ندائي هذا أن لا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم، أعيدوها خضراء جذعة، قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مستعجل على الجنة صاحبنا. ادعوا لي يا اخوان، يا اخوان بالله بلشوا دعاء. الله يثبتك يا رب. الله يثبتك. الله يثبتك يا ابو مصعب. الله يثبتك يا رب. الله يثبتك. الله يثبتك يا ابو مصعب. الله يثبتك. سلام يا ابو مصعب. ان شاء الله ان شاء الله الله يتقبل منا ومنك ويسبتك يا شيخ. ابشر 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 يا شيخ ابشر. الله يتقبل منا يا رب. طب مصعب شيخ خفف امشي شي 20 30 انا في السياره تحت القوس هلا وصلت. في سيارة هلا وصلت تحت القوس ميدانية، بس خليك ماشي 20 30 خليك ماشي انت شغلت 20 30 لما ما تقطع السيارة. أنا خفف يا رب يا سيارة. امشي هو امشي 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 استعين بالله امشي. قدر الله العظيم رب العرش العظيم ان يحكم دمائك. امين امين امين. الله يسبتك يا شيخ. يا رب افتح عليك يا رب. الله اكبر.
امشي 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 استعين بالله امشي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحسن دماءك. امين امين امين. الله يسبقك يا شيخ. يا رب افتح عليك يا رب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. تكبير. رأيكم ايه مشاهدينا؟ ورأي امريكا ايه؟ ورأي اوباما ايه؟ ورأي الاتحاد الاوروبي ايه؟ وبيقول لك ان احنا بنحقن دماء وبنحافظ والمجاهدين هيحافظوا على دماء المسلمين، لكن هو رايح لعباد الصليب وبيقول لهم اسلوا سيوفكم وجهزوها علشان تضربوا اعدائكم، وان شاء الله لا بشار ولا امريكا ولا اي حد، ده اللي هيحكم الخلافه للرسول. دي معارضه؟ هل دي معارضه؟ هل انتوا شايفينها انها معارضه؟ لسه مش عايزين تدركوا الحقيقة ولا مش عايزين تعترفوا بيها ولا ايه اخرتها معاكم؟ معارضة. الله اكبر. والراجل بقى مستعجل على الجنة، هذا الشخص اللي اسمه مصعب الاردني. ليه رايح معلولة؟ ليه؟ معروف ان معلولة هي بلد المسيحيين، معروفة، وبيتكلموا حتى باللغة الارامية لغة المسيح. لا وايه بقى؟ والذكاء الخارق، انتوا خدتوا بالكم طبعا من كلامون، وانه وهي هم ليهم قنوات كده معينه في اليوتيوب، نفس اللي عملوه هو في دلجه لما راحوا، لما جابوا ناس مسيحيين عشان يقولوا ان احنا ما بيحصل لناش حاجه وان احنا كويسين وزي الفل، عملوه برضو في معلوله، دخلوا على ناس مسيحيه وخدوا منهم مقتطفات كلام كده بانهم بيدعوا لهم، وست كبيره في السن قاعده بتدعوا لهم وبيقول لها يا ست احنا داخلين ومش هدفنا ان احنا نضرب حد، ده هم ولا ابنك ومش عارف مين ضربوا علينا النار فاحنا بنرد عليهم. لما انتوا اهو الفيديو اللي انتوا بتقولوا الراجل بيقول لكم يلا هنقتص من عباد الصليب، وانتوا داخلين معلولة عنها مسيحية، وكاتبين في الفيديو بتاعكم ان انتوا هتحقنوا بدماء المسلمين وهتاخدوا بالكم وتخلوا بالكم من ان ما يتقتلش مسلمين، انتوا رايحين لعباد الصليب. يبقى منين الفيديوهات دي؟ نشوف مع بعض بعض الحاجات اللي يعني انا عايزه اوريكم، بس ان هو الارهاب واهدافهم وخداعهم هي لما يصور بقى مع مسيحيين ويقول لك ان احنا حافظنا عليهم اهو في معلول ما جيناش عند حد. هو بيطلق علينا النار، احنا بنتلفوا ما بيستهدفنا الا الامان اللي اهلنا ومن هالوطن، وهاي المدرسات ما راح نقبل اليها ولا جينا مشانها، نحن جينا بس مشان الظلمة الشعب، تجوع الشعب السوري بأكمله وقبل طوافه، وهي نحن قدام الكنيسة وما عندنا هذه الحركة، وهي الأهالي هون، وهي الأهالي هون، والبيوت كلها آمنة. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! أبطال كتيبة سوار بابا عمر يقومون بحماية كنائس لإخوتنا المسيحيين. زي ما قلت لكم كان في فيديو تاني انا شفته من نفس المجموعه اللي هي مكتوب على الفيديو كده من اليمين قلمون لسيده برضو مسيحيه وقاعدين بيحكوا معاها هذا الكلام، بس عشان الوقت عشان في الحقيقه مش مجهز لكم بعض الفيديوهات الهامه جدا بالنسبه للمعلوله.